تبيع لنا واحدة؟ لا لا ليش؟ حقاتي. طيب عطنا واحدة كذا. عطنا واحدة كذا. أعطي حاجة أنا حقتها يا شيخ. ما في شيء، قول له ضاعت. أقول له ضاعت؟ ما حرام، بعدين في ضاعت الشبر فيه ضاع. ها؟ بعدين لما نخطوه في الشبر ده كذي. إيش هو الشبر؟ الغبر، بعدين فيه حاجة زي ما ضاعت. ما فيه حاجة زي ما ضاعت. يعني حساب هناك. الله حسابه أسير. طيب إيش رأيك بالله فقرة من ترسل إحنا؟ تحس بتاع نفسيتك؟ وين انت مش بيها ولا يعني مرتاح نفسيا الحمد لله. سبحان الله. ياكل من حلال محلال مرتاح نفسيا. لا لا. طيب بس عطنا واحدة بس يا شيخ. يا شيخنا الله يريدك. الله يرحمك. زي السما للوطة. حطها في صندوق. زي السما للوطة. كيف زي السما للوطة؟ السما والوطة قرية قراب بعض؟ لا. بس أنا كان بديك نعجة. يا شيخ. والله. ليش؟ لو أنا اديتك نعجة السما والوطة ينطبق صوت تكون يعني قراب بعض. نعطيك 200 ريال. مستحيل يعني، مستحيل من السماء والأرض تكون مع بعض صح؟ نعطيك 200 ريال. والله كنت تعطيني 200,000. يا شيخ. والله طب الكعبة. 200,000 ما أعطيك لي. ليش؟ ليش؟ ما حد شايفك هنا يا شيخ. حق مين؟ أقول ما حد شايفك، ما راح نعلم إحنا. ها؟ الله بقى، أشوفني؟ أنا أشوفك سبحان الله. خلاص. بعدين بتحاسبني أنت ولا حاسبنا ربي؟ مر ابن عمر على رويع غنم في صحراء. فقال له امتحانا، بعنا من هذه الشياة. فقال أنا مملوك ومؤتمن، أنا مملوك ومؤتمن. فقال ابن عمر ممتحنا إيمانه، قل للمالك أكلها الذئب. فقال رويع الذي امتلأ قلبه خشية من الله، وماذا أقول لله، ماذا أقول لله إن قلت للمالك أكلها الذئب؟ فماذا أقول لله؟ ماذا أقول إذا نطقت الجوارح والأركان؟ فبكى ابن عمر وأرسل إليه من يعتقه وقال له كلمة أعتقتك في الدنيا، كلمة أعتقتك في الدنيا، أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه.